صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. رح أحكي عن صابونة بابايا. تمام، الصابونة إلها فوائد كتيرة، تعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها جدا. هلأ عادة بالنسبة لتطبيق الصابونة أنا ما كتير بعطي وبركز بعامل أساسي على هذا الموضوع، أنه التفتيح، لأنه أي مادة بدك تستخدمها لازم يكون تأثيرها على الجسم يستمر لفترة طويلة، يعني يضل. وأنت ما بتقدر تحط رغوة لهذا الوقت، رغوة على وجهك مثلا، أنا بقول دايما الامتصاص بده مينيموم 8 ساعات حتى يصير، فما فينك أنت تحط رغوة خلال هذا الوقت. ولكن الاستعمال المتكرر بشكل دائم، وهي بيحبوا كتير الفلبينيين استخدامها. تمام، تخلص من آثار الحبوب وحروق الشمس. عم نحكي عن الحبوب، نحن الاندفاعات الجلدية، لأنه بسبب وجود الجليسيرين فيها، وهذا كان سبب الفيديو اللي عملته عن صابونة البابايا وعن صابونة بيرز وعن بنوعيها. هذه الصابونة بهذا الشكل الشفاف، والصابونة الثاني باللون الثاني اللي هي فيها المنتول والنعناع البيرز. إذن إلها فوائد بأنه تقضي على آثار الحبوب، حروق الشمس، تحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد بسبب وجود الجليسرين، تمنح البشرة الترطيب والتغذية المثالية بسبب وجود الجليسرين، تنظف البشرة من كل الشوائب العالقة، تزيل الرؤوس السوداء الموجودة بالبشرة خاصة المحيطة بالأنف. هلأ بالنسبة للكلف والنمش والبقع السوداء، أنا شوي ماني كتير معها بصراحة، لأنه الكلف أنا ما بحب أعمل، أنا ما عم بعمل دعاية، بدنا نكون واقعيين، ولكن هي مفيدة بسبب وجود الجليسيرين. حكيت عن هايدي بيرز، حكيت عن هايدي بيرز، وحكيت عن نو هاد. تمام، تخفف، بيقولوا انه تخفف من الهالات السوداء، انا كمان مش كتير ما بحب انجرف وراء هذا الكلام. طبعا ما بحب انجرف ولا هذا الكلام اللي بتكون توصل للليمتس انه كتير مفيدة لهذه الدرجة. طبعا هون المكون مختلف عن هذه الصابونة، هون جليسرين مع روح النعناع المنتول، هون الشكل مختلف والتركيبة مختلفة. هلا منظرها حلو هيك، بشهي كأنه قطعة كيك أو ما شابه ذلك. هذا تركيبتها مع قطعة من البابايا موجودة فيها. أنا برشح بالنسبة لمرضى اللي عندهم حب الشباب أنه يبدأوا يستخدموا أحيانا حسب الدرجة، ولكن أنا مع استخدام كل أنواع الصوابين بنرشح شيء على حساب الآخر. هاد كان الفيديو، إن عجبكم الفيديو عملوا لايك، شير، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسم.